كنا اخر طلب لي. والله اني قايل هذا مشيت لقيت قدام قلت يمكن انها اخر طلب لي. قلت الحين بيودع. لو ودعت تبتي او تتذكر يلا. اقول اجغر ارد عليك. طلب لي اخر طلب. وشلون تقسى يا حبيبي وانت عودك خزران ايش عاد تقسى مثل ما تقسى السنين الماضي يا عود ما سموك عود الا ولك قدر وثمان حتى لا يدي عينها عقب ضيتك متقاضي يا عود ما سموك عود الا ولك قدر وثمان يا سلام حتى لا يدي عينها عقب ضيتك متقاضي عليت خلصت ما حلصتك بس ما اخذ لك انا طيب قول سلامتكم شيء خذ ابو قلت سلامتك انا عندي طلب من عبد الله ابغى السلطان ولا اللي قلت لك سم امرني مثل السلطان ما صار السلطان حمدان مدري احمد مدري لو معك يضرب طلب ما يعرف شو ايش رايك جمعيه ايش رايك او معك معك صولجان 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 انا قايل لك يا ابو رباح خليك على بالله تكفون طلب الله يخص انت ما عرفت وش طلبك شو فيه السلطان قطع المواصل حقت سلطان اي بس هو شو فيه السلطان السلطان يلا يسلم الله مايكك خليته يتسبب تعيس خزيتك الله يا القطوع المواصل انا شغال ابلع طافي طافي الله يطول عمرك طافي مرة واحدة غنى أنت يا القطاع المواصل يا القريب البعيد الله من هو اللي مصرح لك تسلط علي انشدك وانتظر منك الجواب لكن قبل تحطيم بيوتك من مستقبلي هل معك قوة السلطان عبد الحميد أو معك صولجان الحكم الفيصلي كيف خليتني عقب الجماعة وحيد كيف نزحتني عن ربعي وعن هلي سلمتوا هلا بعدين مرة ثانية أنا طالبها منه ما عاد لعد تنشد شيء والله لكت عنده رجاء خاص عاد أعطاك صدق لك الصدق لعد يلي شيلان ما طلبتك إياها يعني. اسمع أجل أبشر والله بالعوض يا أبو رباح عدها من جديد بصنع لا أنا بعطي أبو رباح واحدة ثانية أوكي الله اللي نشت المحبة ربك أولى بك ماني بملزوم أحبك وأنت غشاشي يتبع نواياك وتبع ملة أحبابك خلك على المذهب اللي كهربا ماشي والصورة اللي على خبري بدون أبك افطن لها قبل ما تقع على الكاشي اللي نسيت المحبة ربك أولى بك ماني بملزوم أحبك وانت غشاشي يا
الأربعاء الأربعاء أو يوم الخميس أغنية. وشي؟ هذيك الأربعاء. حقت فلاح مسجد. إيه. أو فلاح مسجد حطاني صراحة أنها من المنشدين اللي يلامس الروح صدق. إيش أنا خابرها حقت الخميس؟ ها؟ إيش أنا خابرها؟ إيش أنا خابر أولها؟ لقيت يوم الخميس. أولها وش؟ ما حافظ أولها. يا ماري رجعني اول اسبوع في القريه. اول اسبوع تحملناه اسبوعين تحملناه اسبوعين. وان بن جدلاني من لا عرفت اجل عرفتها من يكلمني الله ضيق صدري له اسبوع ما مره ونيس الوداع يشيب الراس والفرقة تلوح لا تذكرت الموادع ضحى يوم الخميس ودي ان الوقت وقف على يوم الربوع ودي ان الوقت وقف على يوم الربوع ضيق صدري له اسبوع ما مره ونيس الوداع شيب الراس والفرقة تلوح.